البعض البعض يقول لك انا لازم التزم والناس كلها تلتزم بالفيفا دي، مظبوط كده؟ طب ما احنا وده المنتخب بقى، طب ما في يعني احنا بندي شرعيه لتأجيلات، لتأجيلات اقول ايه يعني تأجيلات كتير، ولما اجي لما لو اتحاد الكوره رفض او الناس المسؤوله عن المسابقه يبقى ضد الانديه، ضد الحاله القوميه او يعني زي ما انتم فاهمين. طب ايش يعني طب ازاي؟ طب ما خلاص يبقى على الجميع، يبقى النهارده فيفا دي يبقى انا اللعيبه تبقى نفس الشيء، يبقى مفيش تأجيلات في الدوري. دي قصر دي هي ده الطبيعي، ده الفير، ده العدل. لكن لكن منتخب مصر يستثنى، في استثناء تجهيزه ان انت النهارده احنا قبل كده كنتوا فاكرين طبعا بعد ما خدنا ثلاثه كاس امم ووصل ماتش كاس امم ما وصلناش، فاكرين؟ ودعوه الانجليز. فاحنا مش عايزين نوصل الحاله دي، ان انت مش تاخد كاس امم، انت ما توصلش لكاس امم. وعلى فكره اي امور بتظهر بعشوائيه مش مهما كان امكانياتك، ولكن احنا بنكافح بكافح مع لعيبه عايز تعمل اي حاجه بلاها زي ما انتوا بتقولوا الناس. فبالتالي انا شايف ان الموضوع عايز حسابات. الموضوع بصراحه حسيت ان طالب ثلاث ايام مش زي ما الناس تمشي، يعني الناس عايز معسكر طويل ويرجع للكابتن هو يا رب ارجع للكابتن هو تفكيره في حياته وذكاءه وكابتن عشان مش عيب، لكن انا مش بتصالح معسكر.